السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش عدلت هاد الكيكه هادي اللي كتجي الكيكه بالكريم باتيسري، كتجي صراحه غزاله وسهله. الشكل ديالها كيجي تقريبا بحال الشناك، ولكن هي ماشي شناك، هي كيكه كيف ما قلت لكم، كتجي منفوشه ولذيذه. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لهاد الكيكه هادي. غادي نحتاجو 9 المعالق كبار د الطحين او الدقيق، وغادي نحتاج 6 معالق كبار د السكر حبيبات، 4 المعالق د الزيت، 6 المعالق د الحليب، دائما القياس بالمعلقه كبيره، و7 الغرام د الخميره د الحلويات، 2 دبيطات، 1 الفانيليا. وغادي نحتاج هاد الكريمه هادي، هادي عامله بحال كريم باتيسري، غير نتوما باش تزيدوا لها ديك الصفوره ديالها غتزيدوا لها 1 صفار د البيطه و1 الفاني. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نعملوا البيضات والسكر، وغادي نخفقهم بالطراب مزيان حتى يطلعوا، حتى يرجعوا بحال الكريمه. دابا من بعد ما طلعت الكيكه ديالنا غادي نضيفوا باقي المكونات، غنضيفوا الزيت والحليب والفاني، وغادي نبداو نضيفو الدقيق شيئا فشيئا. في الاول ملي كنت كنخدم الكيكه ديالي كانت عندي الماكينه او الطراب اللي كنطرب به كان عندي في 5، يعني كان عندي في اكبر سرعه اللي كاينه في الماكينه، ولكن دابا ملي بديت كنضيف الطحين يعني دابا عملته غير في 1. كما كتشوفوا القالب ديالي يعني دهنته غير بالزيت، والفرن طبعا خصو يكون دائما مسخن من قبل، يعني ملي كنبدا نعدل الكيكه كنحشي الفران، كنعمل الفران يسخن هو الاولي. كما كتشوفوا الكريمه انا وجدتها وعملتها في بلاستيكه، يعني سهلت عليكم ماموريه، واللي ما عنده شي الناس اللي ما عندها شي البوش بها غادي نعملو غير بالميكا، غادي نعملو هاد الكريمه هادي من فوق الكيكه ديالنا، عاد غادي نحشيوها في الفرن على 170 درجه الحراره غير من تحت حتى طيبنا الكيكه وتنفخ ويتحمروا للحواشي، عاد غادي نطفيو السفلي وغادي نشعلو الفوقي. ها هي الكيكه دابا من بعد ما طابت وبردات، هنا دابا غادي نعملها في الطبسيل وغادي نزينها باللوز افيلي حمرته وغادي نزينها بالناباج. اذا ما كانش عندكم متوفر ناباج ممكن تعوضوه بالعسل. واحد الحاجه نسيت ما نعملها هي نسيت ما نفزق الكيكه ديالي، يعني ضروري ما تفزقوها لان كتجي شويه ناشفه، يعني غتفزقوها بالسيرو ولا بالعصير، اي عصير يعني عصير الخوخ د بينيا، اي عصير كيف ما كان او برتقال. وعاد عملوا لها الناباج فوق وجهها وعملوا لها هذا اللوز افيلي هذا كيزينه بزاف، واذا بغيتوا تعملوا له حتى الكاوكاو ممكن تعملوها. ها انتم كتشوفوا الكيكه كيفاش كتعدل، يعني ساهله خفيفه وظريفه، والمكونات ديالها او المقادير حتى هما بساطين بزاف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش دائما تشجعوني بالكومنتاريوز ديالكم واللايكات ديالكم، والناس اللي جدادين معنا في القناه ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتضغطوا على ابوني او اشتراك او سبسكريبير، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. وبالنسبه للناس اللي معايا في القناه كنقول لكم شكرا بزاف، وما تنساونيش بلايك.